بداو في طريقة تحضير كريم باتيسير. كنحتاجو فيه ربع اترو ديال الحليب طيبناه، 30 غرام فورس، 35 غرام سنيدة، نص ساشية فاني، وبيضة صغيرة. كنديرو السنيدة مع الحليب، كنزيدو عليها فاني، كنحركو مزيان. في شي بانيو اخر كناخدو بيضة كنزيدو عليها فورس، كنحركو مزيان البيضة مع الفورس. كناخدو شوية ديال الحليب طيب، كنشعلو على الحليب العافية وكنزيدو الخليط ديال البيض والفورس. كنبقاو نحركو مزيان فوق العافية حتى تبدا تعقدين. العافية خاصها تكون مهيلة. صافي كنطفيو عليها وكنخليوها حتى تبرد، وخاصنا مرة مرة نخلطوها باش كاع ما تقصح لينا.